السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو زالي تري بيان. معكم سلمى، كنرحب بكم في لاشين. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. المهم راهي بان لكم هزه هاد لابوط. ديما حماجي كتعطيني دي تخيك فاش كنمشيو عندها، وبيان سور نردو عليها وما نردوهاش خاويه. درت فيها واحد لو بتي تخيك نات. هاد الشهر ما كاين غير شري 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 شري. جانفي وفيفري كان لي زانيفرسير د لا فامي، وتبارك الله كان لانيفرسير د راجلي، لانيفرسير ديال خو، لانيفرسير ديال ختو، ومهم شي ناس كنعرفوهم ولدو. دوكو دابا غنمشيو نباركو ليهم. المهم لو كادو الصراحه خدينا ان تي تروك من اشام، راه وريتو ليكم. ومهم الفلوغ غيكون طويل، بقاو معايا. حاجه نخليكم ترجعوا تشوفوا الوصفه اللي طيبت اللي وجدت الغداء، فريمون واحد الوصفه اللي زوينه وسهله مهله. نخليكم تشوفوها وبقاو كملوا الفلوغ. المهم في خديوتنا غادي ندير الرز بالدجاج. انا راه كنحمق على شي حاجه سميتها الرز. المهم كنستعمل الرز ديال البسماتي. هنا كنعبر كيجيني كاس ديال الرز، جوج كيسان ديال الماء، وكنديرو يطيب في هاد لاماشين هادي. ما كيجيش ديوتو معجن. هنا انا غنستعمل الفخاد ديال الدجاج. ممكن لكم نتوما ديروا الصدر على حساب كل واحد شنو عنده، كل واحد شنو كيبغي. فليقامه درت الملح، البزار، سكينجبير، والثومه، وزيت البلديه. غتخليو هادشي يتقلى مزيان. موراها غادي تزيدوا لاباط ديال الكوري. راكم غتلقاوها في كارفور، الا ما لقيتوهاش ممكن لكم ديروا غير الغبره ديال الكوري. وخا الصراحه بهاد لاباط كيجي زوين هائل. فوالا الرز ديالي طاب هنايا. هنا قطعت البصله بحال هكا بحال ديال التفايه، وقطعت الفلفله حمراء. المهم ممكن لكم تضيفوا جلبانه، خيزو، المهم انا ما كانش عندي، درت غير البصله والفلفله. هنايا مرقت من بعد ما الدجاج ديالي تحار، مرقت، زدت عليه البصله، زدت عليه الفلفله، ودابا غادي نزيد عليه حك صغير ديال مطيشه ديال الحك، هي هذيك حك صغير مطيشه ديال الحك. وغادي نزيد عليه طماط ديال الزعفران، وغادي نزيد كوري غبره. اللي عنده الهيل يمكن له يديرو، كيجي هائل بالهيل. انا كنسالى ليا ديكو ما درتوش. و فوالا كتجي المريقه هكا خاطره. من بعد كيفاش تقدمو، كل كيقدم كيبغى. المهم فريمون عاتي جربوا هاد الوصفه، كتجي هائله وكتجي بنينه وسهله مهله، يعني ما كتشدش لكم الوقت بزاف، وتعجب الصغير كتعجب الكبير. البنات دابا غنمشيو لاوشون، غادي ناخذو دادا ديال المسور، غادي ناخذو واحد الكادو لختو. وخا صراحه بول عيد ميلاد الكادو الكبيره ديجا خدينا اكسيتيرا، ما شاركتوش معكم. اون فيت هي عطات واحد لا سوم دارجون في الراجلي بون كادو ديال عيد ميلادو، وتا هو نفس لا سوم اللي عطاتو عطاها ليها باش كملات وخدات ان تيليفون. مي كوميم هادشي كان قبل من عيد ميلادها، وكوميم اليوم العيد ميلاد، يعني واخا هكاك صراحه عيد ميلادها ماشي اليوم، عيد ميلادها داز هاد اليومين، واليوم عاد غادي نحتفلوا به. وقلنا ناخذوا ليها ام سي تروك، يعني ديال الماكياج، عارفين كو كيعجبها الماكياج. كي شفتوا البارح فاش كنا في اش ام دزنا لسيفورا، كنا بغينا ناخذوا ليها واحد لي روج اليف ديال هدى بيوتي اللي تيكونوا باك. ساعات ما لقيتوش، لقيت جوست روج اليف وكريون، ماشي هذاك اللي كنا بغينا. دوكو دابا غنمشيو للماك ولا ميك اب فور ايفر، ناخذوا ليها جوست تمشي روج اليف. انا اختاريت هاد النضاضر ليا صراحه، كنلقى مشكل باش ناخذ النضاضر حيت وجهي تبارك الله كبير، وفاش كنضحك عندي مشكل في نيفي ديكو كيبداو يطلعوا. مي هادو صراحه جابني زوينين صوف صراحه. المهم درناهم دو كوتي ودفعنا فيهم، وغادي نتسناو تتخرجوا تتخرج لينا لا ميتويل، حيت هادو شويه غاليين. قولوا لي في لي كومونتير كي جاوكم. البنات لقيت هادو صراحه عجبوني، ما عرفتش شنو الراي ديالكم،
ما عجبوني. ديروا الكادو للوسيس صدقت انا واحد هاد الغجاليق صراحه عجبني خصوصا دايرين اون برومو. المهم هذا هو الكوفري اللي خدينا مع بيلسور فيه روج ا ليف و غلوس و ان كريون كانوا دايرين في هاد الكيت اون برومو وعجبتني لا كولور. بلي كوم ساكادو حيت ان فيت المهم سي دي كليون ديالنا اوسي سنا سي بون معاهم دي تروك وغادي ندوزو ل لا بولونجري باش ما ندخلوش بيان سور يدينا خاوين. فوالا هادشي اللي كاين. الناس حنا دخلنا الا غادي نصور لكم شي حاجه راه نصورها سينو ما عندي ما ندير. انا البنات السيده كتصايب لينا لي كتصايب ان غاتو حيت اون فيت راجلي كيحمق على لي غاتو ديالها ليكم مسكينه كتصايب لينا ان غاتو. انا نوريكم هنا لا فاني هذه لا جينواز هنا غانش بون شوكولا وداكشي وهنا ميختي لو فرامبواز با بروم لو بوردي نو نو تكيت با اون فيت هاو gâteau a dit la crème fraîche. Non, c'est la crème chantilly, c'est ça? Ouais. Chantilly mascarpone avec vanille de Madagascar. Et en plus, c'est le vrai vanille. انا استعملت هي الفرامبواز والميرتيل كيجي صراحه هذا الميلونج زوين واخا ما كيعجبونيش لي فروي. هنايا كتسقي لا جينوا صراحه والله ما سولتها باش سقاتها جو بونسي ان سيرو وغادي تعاود في هاد الطبقه تعاود دير لا كريم شونتي و ابري عاود دير لي فروي. فوالا شوفوا البنات ما شاء الله هي اللي دارت لي ماكارون عاجي زوي ونين كيبانو صغيورين. المهم غتزوق بهم جو بونس الكادو. عرفتي البنات هاد لي ماكارون شحال بنان عرفتي سورتو هاد البيستاش غزال. الناس اللي وصلنا دابا للريستورون ما عرفتش واش سمعيه مزيان ولا لا. ميرسي.
لا جيسبر كو لو فلوغ يكون عجبكم ودوزتوا زوينه معايا. ديكو غنقول لكم سلامات، تهلاو فراسكم، وان شاء الله على بروشين فيديو.